هايدي نوش وحشتيني موت. يلا يا بكاشة وحشتك. ده انت حتى ما سألتيش ولا حتى بتليفون بقالك 7 سنين. انت عارفة بقى شغلانة الضيافة والطيران بتنسيني الدنيا. طبعا لازم تنسيكي الدنيا. الصبح بتفطري في روما وتتغدي في باريس وتتعشي في كوالالمبور وتباتي في الهند. والله بقيت عارفة الصبح من الليل وساعتي البيولوجية اتبهدلت. طبعا لازم ساعتك البيولوجية تكون اتبهدلت، وإلا كانت قالت لك ان انت اتأخرتي قوي. اتأخرت على ايه؟ اتأخرتي على الجواز طبعا. ازاي ما تتجوزيش لحد دلوقتي؟ نسيت؟ هي دي حاجة تتنسي يا بنتي؟ يعني هما اللي اتجوزوا خدوا ايه؟ على رأيك اللي اتجوزوا خدوا ايه؟ على الأقل انتي لفتي الدنيا، انما اللي اتجوزوا دلوقتي الدنيا هي اللي بتلف بيهم. مهم قوليلي انتي ايه أخبارك؟ دنيتك ايه؟ سيبك من دنيتي، أنا جاية النهاردة علشان عايزة أدخلك دنيا. جايبالي عريس ولا ايه؟ أيوه طبعًا، ليه لأ؟ أوعي تقوليلي بقى أنا عايزة أحب وأتحب زي الكلام الأهبة اللي كنت بقولهولك زمان. الكلام ده عبيط وملوش اي اساس بالصحه. انا بقول لك اهو كل واحد في الاخر. لا خالص، انا شغلي علمني اكون عمليه جدا، ما عنديش وقت للحب والمشاعر والدباديب والقلوب الحمراء. برافو عليكي، يبقى كده اتفقنا جدا. بصي يا ستي، انا جايبالك واحد زميلي محرر فن، شافك ومعجب بيكي قوي ووصاني اكلمك. شافني؟ شافني فين؟ هو بيطير على خطوتنا؟ لا، هو الحقيقه شافك عندي في المكتب من 7 سنين، بس معجب بيكي قوي قوي قوي. من 7 سنين؟ ده عسول خالص. لا، هو من ناحية عسول فهو عسول كده. ما علينا، هو وصاني ان انا اقول لك تقابلي. هو احنا لسه هنتقابل؟ انا ما عنديش وقت، انا اجازتي تخلص كمان يومين. مهم، هو عنده ايه؟ هو عنده بسم الله ما شاء الله، عنده صفحة بحالها في الجورنال بيكتب فيها. صفحة ايه بس يا انجي؟ بقول لك عنده ايه؟ شقة؟ عربية؟ بصي بقى، هو لازم يجيب شقة يا في التجمع يا في زايد، في كومباوند طبعا، ممكن في المهندسين، بس تكون على شارع رئيسي، وعربيته لازم تكون حاجة تشرف. أنا عن نفسي بحب الفور باي فور، والشبكة متفرقش، بابي مش بيدقق عليها، بس يعني ما تكونش أقل من سوليتير في حدود 60-65 ألف جنيه. يا دوبك. دي قيمتها من إمتي؟ وبعدين ما ينفعش تكون أقل من شبكة رانيا بنت خالتي. أما بقى العفش الترا مودرن، ويكون من محل كبير عشان المحلات الصغيره بتتقلد. اما الستاير والمفروشات دي سهل، هجيبها معايا من دبي، وبس هيدفع ترانسبورتيشن جمارك. قعدت هايدي ترص رصه الطلبات دي كلها قدامي وانا مش مركزه معاها اصلا، ومفيش في دماغي الا مشهد واحد بس، منظر المسكين سامح لما نقله الاخبار المشؤومه. لا 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 يا انجي، ما تكمليش. ليه هايدي تعملي فيا كده؟ ليه؟ رميت الورد، طفيت الشمع يا حبيبي. دمرتني ترارارم، لانني كنت يوما احبها. انا مش عارفني، انا تهت مني، انا مش انا، لا دي ملامحي ولا شكلي ولا ده انا. ببص لروحي فجاه لقيتني كبرت فجاه، تعبت من المفاجاه ونزلت دمعتي. اما الفرح بقى هو وذوق مش اقل من 7 نجوم ديلوكس، وشهر العسل انا ما بامنش بيه. دلوقتي انا بخاف من جنوب شرق اسيا، واوروبا بقت رحلاتها في بلدي، كل من هب ودب بيطلع عشان عملوها بالتقسيط، فيا لفيت العالم. انا بقول فلوس شهر العسل دي نحطها في البنك باسم، ونسافر لنا دبي يومين ثلاثه، اعمل شوبينج وخلاص. ايه كل ده يا هايدي؟ انا ما كنتش متخيله ان انت ماديه للدرجه دي. الراجل لسه في بدايه حياته برضه، يعني حته الارض اللي هيباعها مش هتكفي بند واحد من البنود اللي انتي قلتيها، هيجيب منين الراجل؟ والله بقى يتصرف، ياخد من بابا، ياخد من ماما، ياخد من الجن الازرق. هو مش قد الجواز ما يتجوز، بعدين هو عايز يتجوز واحده بنت ناس ولا لا؟ اكيد عايز يتجوز بنت ناس، مش بنت بارم ديلو. انجي تتجوزي امتى؟ والله لسه الطلبات اللي انتي قلتيها دي نسيتني، اتجوزت من زمان قوي، من التسعينات.
لما كانت البنت والولد زي العصافير، ولو كان أهل العروسة يطلبوا من العريس يجهز أوضة زيادة كانت البنت بتقف في وشهم، أيام لما كان الجواز أبيض وأسود. عشان كده يا بنتي أنت قديمة قوي، الطلبات بتاعتي دي عادية قوي دلوقتي، دي أقل حاجة تطلبها واحدة في مستوى الاجتماع. شفتي بقى عرفتي ليه بيتجوز عارفي؟ هي انجي طمنيني. طبعا يا سامح انت عارف ان الجواز اسمه نصيب. يا لهوي هي رفضت ولا ايه؟ لا مش بالظبط يعني، هي هو بس في شويه موانع. الكلب بتاعها جرى له حاجه؟ كلب ايه يا اخي بس؟ هي بس انقعصت قوي كده وطلبت طلبات سخيفه بصراحه. بص يا سامح انا مش زي اختك. طبعا الجوازه دي مش بتاعتك. ليه يعني؟ هيكون طلبت ايه يعني؟ قلبك جامد؟ اه. طب امسك وتبت في الكرسي كويس. ليه؟ واحنا هنطير ولا ايه؟ بص يا سيدي. ايه؟ مبدئيا طلبت الفرح يبقى في فندق 7 نجوم. طلبت بقى فستانها يبقى كريستيان لاكوا ويجي من باريس بالطياره وفي يوم واحد بس، لو جه في يومين مش هتوافق. طلبت كمان بس يا سيدي بس هي انا قلت برضو انه هيلسى بقى. دي الطلبات اللي انت مستغرباها قوي يا بنت قديمه قوي يا انجي، الطلبات دي بقت عاديه دلوقتي، دي اقل طلبات تطلبها واحده في مستواها الاجتماعي. لو النعمه قول والله.